تطور خطير في حالة رجاء الجداوي الصحية، وأول لقطات من مستشفى العزل. تدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بشكل كبير اليوم، حيث تطلب نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، وذلك بعد وقت قصير من خروجها منها. وما هي إلا ساعات قصيرة لينتشر نبأ وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في مستشفى الإسماعيلية المخصص للعزل الصحي، وهو ما نفاه الفريق الطبي المعالج بالمستشفى. وفي سياق متصل، نفت مصادر طبية من داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية الشائعات التي تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكدا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أمبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%. كما نفى المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوي التي تتواجد داخل العزل الصحي منذ 31 يوما. وأكد المصدر الطبي في تصريحات صحفية أن الفنانة رجاء الجداوي لم تجري منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 من مايو الماضي سوى 3 مساحات تحاليل PCR، كان الأول بعد دخولها ب3 أيام وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما للمتعافين ب2 وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال 2 الماضيين وظهرت نتيجته إيجابية. وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعي الخاص بها. وتابع المصدر الطبي أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز CPAP إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي 55%. وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي العزل الصحي بالإسماعيلية شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرا التي طلبت مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلا من نشر وترويج الشائعات التي أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحي. وتزوجت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مطلع السبعينيات من حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة لا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من شاب رجل أعمال محمد هندي مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة. كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة. الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.